الحكام. الحكام هيتم اختيارهم من الكاف، ولجنة الحكام في الاتحاد الافريقي هي اللي هتختار حكام البطولة، وده قلناه قبل كده. وكمان الكاف هيشتغل على الاجراءات التأديبية، شغل لجنة الانضباط هيكون من مسؤولية الكاف، وكمان كشف المنشطات هيكون من مسؤولية الكاف، وده بناء على الاتفاقية اللي تم توقيعها بين الكاف والشركة الإيطالية اللي هو تم اختصارها FDVLTD، دي الشركة الإيطالية اللي هتدير المسابقة. على فكرة وارد جدا، وده لسه مفيش قرار رسمي بيه، وارد جدا يتم استخدام تقنية خط المرمى في المنافسة، أو أي تقنية أخرى يمكن استخدامها لغرض التحقق من شرعية الهدف أم لا، مع استخدام الحكم الفيديو المساعد VAR وغيرها من أشكال التكنولوجيا الأخرى المستعملة في مراجعة القرارات. مثلا جزئية تقنية التسلل الشبه آلي وارد جدا يتم استخدامها، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم اعتماد هذا الأمر، ولم يتم اختار الأندية باستخدام تقنية التسلل الشبه آلي. ونفس الأمر على تقنية خط المرمى هيتم استخدامها في تقنية VAR في الدوري الإفريقي، وبالتالي دي القواعد المتعلقة بالحكام. معلوماتي أن تم إرسال طلب إلى الاتحاد السعودي لاستخدام بعض التقنيات، لأن التقنيات دي موجودة حاليا في المنطقة في الدوري السعودي بس، فلغاية اللحظة دي ما فيش كونفيرم على فكرة استخدام التقنيات دي. الفار موجود وحكام الفار اتعينوا، ولكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بخصوص تقنية التسلل أو تقنية خط المرمى. ده آخر الأمور المتعلقة بلوائح البطولة في مسألة الاستخدامات اللي هتتم في موضوع الحكام أو بعض الأمور الأخرى. طيب حكام البطولة، تم تعيين حكام المباريات الثمانية في الدور الأول، دور الثمانية. نبدأ مع بعض مباراة سيمبا والأهلي، هيديرها الحكم الموريتاني دحام بيدا، ويكون معاه حكم رابع السنغالي عيسى سا، وعلى تقنية الفيديو VAR الجزائري لحلو بن براهيم والغاني دانييل لارية. دي مباراة سيمبا والأهلي 20 أكتوبر الساعة 6 بتوقيت القاهرة. لقاء العودة في القاهرة يوم 24 أكتوبر الساعة 5، هيديره الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويكون معاه حكم رابع أيضا كونغولي أوفود موفوتو، وعلى تقنية الفار 2 حكام من المغرب عادل زراق وحمزة الفريق. ده حكام مباراة سيمبا والأهلي سواء الذهاب أو الإياب. طيب نروح لماتش بيترو أتلتيكو وسان داونز يوم 21 أكتوبر الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، هيديره حكم ليبي، هيدير المباراة حكم ليبي معتز إبراهيم، معاه مساعد أول التونسي خليل حساني، مساعد تاني المصري أحمد حسام طه، حكم رابع الأثيوبي بملكة سيما، هيكون حكم رابع في مباراة سان داونز وبيترو أتلتيكو في أنجولا، وعلى الفار أيضا المغربي عادل زراق والمغربي حمزة الفريك. على فكرة هم هيديروا المباراة دي يوم 21 أكتوبر في الفار في أنجولا، ويطلعوا منها على القاهرة عشان عندهم ماتش الأهلي وسيمبا يوم 24 أكتوبر. حكام الفار هيتقرروا في مباراتين في أقل من 72 ساعة. طب لقاء العودة في جنوب إفريقيا سان داونز وبيترو أتلتيكو 24 أكتوبر الساعة 7، الحكم الجزائري مصطفى غربال هو اللي هيدير المباراة، هيكون معاه حكم رابع البوروندي بس فيك ندابيها، ده اللي أدار نهائي الأهلي وكايزر تشيفز من 3 سنين، هيكون على الفار الحكم التونسي هيثم قراط والمغربي سمير القزاز. دول حكام مباراة سان داونز وبيترو أتلتيكو في جنوب افريقيا. طيب نروح لماتش مازيمبي والترجي اللي هيتلعب في تنزانيا يوم الاحد 22 اكتوبر الساعة 3، حكم الساحة السوداني محمود علي، الرابع من موريشيوس احمد امتياز، وعلى الفار من مصر محمود عاشور ومحمود البنا. هيتكرروا معانا عاشور والبنا في ماتش تاني لما اجي دلوقتي ليها هقول لكم عليه. طيب نروح لماتش العودة في تونس، الترجي ومازيمبي 25 اكتوبر الساعة 4، حكم الساحة من جنوب افريقيا توم ابو نجيل، حكم الرابع من رواندا صامويل اوكيويندا، وعلى الفار دانييل لارية والجزائري لحلو بن براهيم. تاخدوا بالكم لحلو بن براهيم ودانييل لارية دول موجودين في ماتش سيمبا والاهلي يوم 20 اكتوبر، هيخلصوا ماتش سيمبا والاهلي ويطلعوا على تونس، عندهم ماتش الترجي ومازيمبي، ولكن هتتبدل الآية، الغاني دانييل لارية هو هيكون حكم الفار، والاي فار الجزائري لحلو بن براهيم. نروح لماتش انيمبا والوداد يوم 22 اكتوبر الساعه 7، هيدير المباراه حكم ساحه من تشاد محمد اليو حاجي، الحكم الرابع من مالي بوبو تراوري، وعلى الفار من موريشيوس الحكمه اللي كانت موجود في ماتش الاهلي واتحاد العاصمه الحكمه ماريا ريفيت من موريشيوس، وهيكون معاها اي فار الكابتن محمد عادل، هيكون اي فار مساعد لماريا ريفيت في ماتش انيمبا والوداد في نيجيريا.
نروح بقى لماتش الإياب، وده آخر مباراة في السوبر ليج دور الثمانية. حكم الساحة في ماتش الوداد وإنيمبا يوم 25 أكتوبر الساعة 7 الجابوني بيير أتشو، ده اللي أدار مباراة الأهلي واتحاد العاصمة السوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، هو اللي هيدير ماتش الوداد وإنيمبا. الرابع الجابوني باتس مياما، وعلى الفار عاشور والبنا. عاشور والبنا هيكون يوم 22 أكتوبر في تنزانيا، موجودين فيديو في ماتش مازيمبي والترجي، وهيخلصوا الماتش في تنزانيا 22 أكتوبر ويطلعوا على المغرب 25 أكتوبر عشان يكونوا فار في ماتش الوداد وإنيمبا عاشور والبنا. دول حكام مباريات الدور الثمانية ذهابا وإيابا في النسخة الأولى من السوبر ليج. طب تعالوا نكمل مع بعض الأمور المتعلقة برضو بقواعد البطولة. هيكون معانا تفاصيل تانية في قواعد البطولة السوبر ليج. أولا، عارفين أنت وأنت بتتفرج على مباراة جوه الملعب عندك شاشة داخلية، هل الشاشة دي هيسمح ليها إنها تعرض ولا لأ؟ القواعد دي على فكرة تم تحديدها في لائحة البطولة، يسمح بالعرض المباشر والإعادة واللقطات المتأخرة للمباراة التي يتم لعبها في الملعب على شاشة الملعب العملاق، شريطة حصول النادي المضيف على جميع التراخيص اللازمة بما في ذلك موافقة المنسق العام للمباراة من الدوري الإفريقي وأي سلطات محلية لو عندك أنت الاتحادات بتوافق على ده أو بتمنع ده، ولكن المنسق العام للمباراة لو سمح بده كل المباراة التسعين دقيقة بتعرض على شاشة الملعب، وحتى اللقطات المتأخرة ممكن تعرض. كمان يتوجب على النادي المضيف التأكد من عرض لقطات الإعادة واللقطات المتأخرة على الشاشة العملاقة أثناء المباراة فقط عندما تكون الكرة خارج الملعب، يعني كمان لها قواعد. أنت كمتفرج بتتفرج على الماتش في استاد القاهرة، الكرة خرجت، المخرج عايز يعيد لقطة، اللي بيتعرض على شاشة التلفزيون هو اللي هيتعرض على شاشة الملعب. طيب تعالوا بقى نروح لموضوع الفار. هل في الفار في الجزء اللي جاي؟ هو هنا بقى جزء خالص متعلق يجب على النادي التأكد من أي لقطات تظهر على الشاشة تتماشى مع التوجيهات، يعني الأمور اللي ما فيهاش أي صور ممكن تعمل قلق ما بين الجماهير، ولكن نكمل مع بعض ونروح للجزء المتعلق باستخدام الشاشة أثناء إعادات الفار. هل لو الحكم خرج بره الملعب بيستعرض لقطة جدلية في الفار، هل أنت كمخرج في الملعب تقدر تعرض ده على الشاشة؟ هل ممكن تعرض المحادثة على الهواء؟ تعالوا نشوف. لا تسري لقطات الإعادة على أي شكل من أشكال إعادة لقطات حكم الفيديو المساعد الفار والتي قد يتم عرضها على الشاشات العملاقة وفقا للتوجيهات الصارمة ذات الصلة الصادرة عن إدارة الدوري الإفريقي. يعني لقطات الإعادة اللي أنت بتعملها أثناء المباراة لا تسري على إعادة لقطات الفار. أي لعبة جدلية أثناء المباراة الحكم بيشوفها في غرفة الفار أو على شاشة الفار في الملعب، اللقطة دي لا تعرض على شاشة الملعب. ليه؟ عشان ما تعملش بلبلة أو إثارة أو جدل في ملعب اللقاء. كمان الصوت ما ينفعش يطلع، وبالتالي الأمور دي كلها فيها توجيهات صارمة. بصوا يا جماعة الكلام هنا مهم جدا، عشان الناس في مصر لما يبقى في بطولة للدوري العام وفي رابطة بتدير الكلام ده لازم يكون موجود نصا في اللوائح وفقا للتوجيهات الصارمة الصادرة عن الدوري الإفريقي. هل تتخيلوا كمان في آخر بند رش المية في الملعب ليها توجيهات؟ الموضوع مش بايلاك كده أي حد عايز يعمل حاجة يعملها، لا، ليك ساعة قبل المباراة ترش الملعب، ولو عايز ترش الملعب تاني لازم ترجع للمنسق العام، عشان كده فيها قواعد في الاجتماع التنظيمي للمباراة. كل شيء من A to Z محدد في هذه البطولة، عشان كده أنا عارف إن البطولة دي مهم جدا الناس تركز في تفاصيلها عشان تشوف إيه اللي ممكن تطبقه خلال الفترة اللي جاية. عموما دي كانت تفاصيل مهمة جدا متعلقة باللوائح، وده الجزء بتاع رش الملعب، لازم ترجع للمنسق، لازم يترش الملعب قبل اللقاء بساعة، لو عايز ترش تاني قبل المباراة ليك مساحة ما بين 5 إلى 10 دقايق عشان قواعد الأداء على أرضية الملعب سواء للفريق صاحب الملعب أو الفريق الضيف. وهنا الأمور دي ليها علاقة بالفير بلاي، ما تستغلش ملعبك وتغرق الملعب مية، أو أنت بتحب تلعب على أرضية ملعب تبقى ناشفة وتخلي الملعب بالشكل ده. فبالتالي كل القواعد دي محددة عشان يبقى في نظام، أنت بتلعب نظام بطولة كأس عالم وكأنك بتلعب بالظبط في البطولة الإفريقية.